أهلاً وسهلاً بيكم. نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي بودينج الخبز العربي. ومقادير البودينج: 10 شرايح توست أبيض، 2 كوب لبن، 1 علبة حليب مكثف محلى، 2 معلقة صغيرة نشا، 2 معلقة صغيرة مية زهر، 350 جرام قشطة، ونص كوب فستق مطحون خشن. أول حاجة هنعملها، هنعمل الكريمة اللي هنستعملها علشان نحطها بين العيش اللي هو بعد كده العيش هيتشربها. هنحط النشا مع اللبن وهو لسه بارد وندوبها معاها على طول. هنحط معاهم مية الزهر وكمان هنحط اللبن المكثف المحلى. وهنفضل نقلب لحد ما الخليط ده يدخل ويبقى زي المهلبية. احنا عايزينه حتى اخف شوية من المهلبية، مش بتخن المهلبية. وزي ما احنا شايفين تخنت، وده بقى الملمس بتاعها زي المهلبية بس اخف، وده هو اللي احنا عايزينه. فخلاص كده كفاية. دلوقتي نجيب توست أبيض، يكون قديم، ما يكونش توست جديد أو يكون بقاله يوم تقريبا أو حاجة. وهنبتدي نقطعه، هنحط جزء منه في عار الكاس، وبعدين ناخد البودينج اللي احنا عملناه ونشرب بيه العيش. والعيش طبعا هيشرب طعم البودينج ده وطعم المظاهر اللي فيه، وهو اوريدي فيه سكر من الحليب المكثف المحلى اللي ضفناه للخليط. ونرش شوية فستق في النص، بعدين نرجع نعيد تاني، نحط طبقة كمان من العيش ونرجع نعيد. وبعد كده هندخله التلاجة لحد العيش ما يتشرب خالص الخليط اللي احنا حطيناه عليه، ويجمد كمان الخليط يجمد شوية. وبعد كده هنزينه بالقشطة وبالفستق. ودلوقتي اشيل دي واجيب اللي احنا مجهزينهم من قبل كده ونقدمهم مع بعض.